مشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنطلع معا في مترو الصحافة على العناوين التي همت العالم اليوم. الصحافة، ويبدو أنه فقط الصحافة، اهتمت بما يحدث في الغوطة والحديث عن مئات القتلى وأنهم ينتظرون الموت بالطابور واحدا تلو الآخر، ومجلس الأمن يقول على مهله بأنه قد يصل إلى قرار قد يطبق بوقف إطلاق النار. هذا هو الحال، نتابع العناوين. نبدأ من وكالة رويترز. سكان الغوطة ينتظرون الموت، وروسيا تقول محادثات وقف القتال انهارت. قال سكان في الغوطة الشرقية بسوريا إنهم ينتظرون دورهم في طابور الموت في واحدة من أعنف عمليات القصف التي تنفذها القوات الحكومية على الجيب المحاصرة التي تسيطر عليها المعارضة قرب العاصمة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتابع أحداث الحرب إن 310 أشخاص على الأقل قتلوا في المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية، فضلا عن إصابة نحو 1550 آخرين. لمن لا يعرف، الغوطة الشرقية هي منطقة زراعية كثيفة السكان على مشارف دمشق، هي آخر منطقة تسيطر عليها المعارضة قرب العاصمة، وتحاصر القوات الحكومية المنطقة التي يقطنها نحو 400 ألف شخص منذ سنوات. وإلى رويترز في نفس السياق، روسيا تدعو مجلس الأمن للاجتماع الخميس بشأن الغوطة السورية. وإلى فرنسا 24، مجلس الأمن تصويت محتمل على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في سوريا. في البي بي سي، مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في سوريا، وجاء في الخبر من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما. في البي بي سي، ترامب يؤيد تسليح المعلمين لمواجهة حوادث إطلاق النار بالمدارس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تسليح المعلمين قد يحول دون وقوع حوادث إطلاق نار داخل المدارس مثل ما وقع في ولايات فلوريدا الأسبوع الماضي حين قتل 17 شخصا. وأوضح ترامب في لقاء من البيت الأبيض مع حوالي 40 من الطلاب والمعلمين بالمدرسة وأقارب ضحايا حادث فلوريدا إن وجود عامل يحمل سلاحا يمكنه إنهاء هجوم بسرعة كبيرة. وإلى صحيفة رأي اليوم في الخبر الأخير، عمر موسى في لقاء بالجامعة الأمريكية. هناك محاولات الآن لتصفية القضية الفلسطينية ولكنها لن تنجح، والدنيا بتغيير بخصوص استيراد الغاز من إسرائيل. إذن هل يسمع العالم الوجع والألم في الغوطة الشرقية السورية؟ أكثر من 310 قتلى كما يقول المرصد السوري لحقوق الإنسان، وكما العادة منذ 7 سنوات كل من الطرفان له وجهة نظره والطريقة التي يتعامل فيها مع الموضوع. أرحب في ضيفي بالاستديو الأستاذ مرشد بيبار، يعطيك العافية. مرشد، سأسألك بالمناسبة عن موضوع آخر غير الغوطة الشرقية بعد ما استعرضنا المجموعة الأساسية من الأخبار عنها. ترامب يؤيد تسليح المعلمين لمواجهة حوادث إطلاق النار بالمدارس، ماذا يدل ذلك عن شخصية ترامب؟ وهل من المعقول أن يدخل المعلمين مسلحين لأنه قد يكون هجوم؟ هناك مصالح تجارية كبيرة في كل قضية السلاح. هناك شركات سلاح أمريكية تريد أن يكون هناك حيازة سلاح للشعب الأمريكي. ترامب من المؤيدين لهذا الموضوع، وهو شخص هو في حملة الانتخابية أعلن أنه من المؤيدين لحيازة السلاح في الولايات المتحدة. هناك منذ بداية السنة 4 عمليات كان فيها عمليات شخص يملك سلاح قام بعمليات ضد شخص أمريكي داخل أمريكا. نعم. في مدارس، نذكر في لاس فيغاس. نعم، حوالي 60 قتيل، أكثر من 60 قتيل في لاس فيغاس. إذن هناك اليوم في المجتمع الأمريكي هناك صراع كبير على حيازة السلاح. الشيء المهم، ترامب في زيارته للطلاب بالمدرسة صوروه حامل ورقة وكتب عليها الأشياء اللي لازم يتكلم عنها مع الطلاب. على ايش بدل هذا مرشد؟ شخصية ترامب شخصية معقدة. هو مش ممكن يشعر مع الشخص الآخر
على ما يبدو لازم شيء مكتوب قدامه عشان يقدر يشعر مع الشخص الاخر او يستوعب او يذكره انه انا لازم استوعب الالم تاع الشخص الاخر. ف برشا في الكنترول بعطونا الورقه هاي مكتوب عليها شو بدكم شو الامور اللي بدكم انا اسمعها منكم هاي الورقه او انا اي هير يو انا اسمعكم. يعني لازم حدا يذكره انه لازم تسمع كل الوقت ترامب, انت مش بس تحكي لازم تسمع كل الوقت طبعا. ومسك الورقه وخلى الصحافه تشوف الاشياء اللي مكتوبه غاد. على ما يبدو هو بفكر ممكن انه هذا الشيء عادي انه انا رئيس امريكا, وعادي انه انا مش بتذكر شو لازم احكي مع طلاب اللي تعرضوا لحادثه ماساويه جدا بهذا الشكل. شوي عن الغوطه. فضل. الغوطه, روسيا تقرر مصير سوريا, وروسيا مصلحتها اليوم هو انه نظام الاسد ينجال. لذلك نحن نرى كل هاي الامور اللي موجوده بالغوطه. فاذا كان هناك وقف اطلاق نار او اذا لم يكن هناك اطلاق وقف نار, الامر يتعلق بروسيا, لان الولايات المتحده اخرجت يدها من كل ما يحصل في الشرق الاوسط. يعني موجع, وكلما راينا الصور وصرخات الناس لا نستطيع انسانيا الا ان نتالم على الاقل ليألمهم. وبما يتعلق بالخبر الأول, تعليقك لذيذ, يبدو أن هنالك من بحاجة أن يذكر ترامب كما يكون مرشد بأن عليك أن تشعر مع الناس ومع الأطفال ومع طلاب المدرسة الذين هم أمامك, وهناك من كتب له يجب أن تسمعهم أو كلهم أريد أن أسمعكم, لوحده لن يستطيع فعل ذلك.